الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إنما الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لطغى أرآك مستغنى إن إلى ربك الرجوع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان للهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى كلا لئن لم ينتقل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديا سأدعو الزبابية كلا لا تطعه واسجد واقترب.